سلام البنات، مرحبا بكم في جوهرة الغرب سيليمسان. اليوم جبت لكم بسكويا لورانج ولا مقلوبة بالبرتقال. تفرجوا الفيديو للآخر. في المرحلة الأولى نعملوا الكراميل. هنا عندي حال 150 غرام تاع السكر، نعملو فحال كاسخول. ما نخلطوش بالمعلقه، نخلي غير هكذا حتى يولي لي كراميل. غير شويه هكذا النار، ما تخافوش منه ما ينحرقش. وحتى كي السكر يدوب ويولي يبدا يولي كراميل نبدا نحرك بحال معلقه تاع اللوح. وهنا لاستوس تاع الكراميل، لو فو النار اللي يكون عليها تكون عليها لا كاسخول تكون صغير، لو فو يكون صغير ما يكونش كبير باش السكر ما ينحرقش. يوم نطفي عليه هذه المرحله ترفد لنا حل 5 دقائق. ما نخليهش يبرد، تمتم نعملو في قالب تاع الكعكة. ولا انا اليوم نعمل في هذا القوالب الفرديه، عندي هكذا مدورين وعندي اون فورم دو كور. عملت لهم الزبده والفرينه، جليزي شوميزي. نعملهم كامل الكراميل ونخليهم. هنا نعمل لي غوندال تاع البرتقال ولا التين تاعي، نعمل الوجه المليح. هاد الوصفه نقدو نعملو لا ميم مع الخوخ ومع المشماش ولا التفاح ولا الاناناس. لا ميم غوسيت نقدو نعملو معاها هاد لي فخوي. نخليهم بجيه ونعملو البسكوي. الوصفة تاع البسكوي تاع هاد المقلوبة البرتقال نحتاجو 4 بيض، وعملت لها اون بانسي تاع سال، رشت ملح، كاس حليب، كاس زيت، وكاس ماشي معمر سكر باش ما تجينيش حلوة بزاف. زاز تاع البرتقال، بشور البرتقال تاع لورانج، وزوج كيسان ونص تاع الفرينه، وجوج باكيات خماره. الا ما كناش ماشي نعملو البرتقال، نحيو لو زاز دو سيترون، نعملو لو زاز دورانج ونعملو لاباني. انا راني ماشي نستعمل لو بيترين، بصح نقدو نستعملو غير الباتور ولا الفوي. غير بيترا كان عندي مجبود وهي اتينا نعمل فيه. نبدا نطلع البيض، بعد ما طلع البيض نخلط ولا بيض، نزيدو السكر، باش البرتقال حليب كاس وزيت غير ابتي فيلي. نزيد الخليط الفرينه كنت غربلتها، ونعمل معاها الخميره الكيماويه. الخميرة الكيميائية عندنا زوج باكيات، ونخلط غير بشوية. نتحصلو على هذا القوام. نبدا نعمل هنا في هادو لي مول تاعي،
وهنا هاد الليمون نقدو نعملو حتى هادوك تاع الالومنيوم. منعمرش حتى الفوق. البسكويت يجي شباب ويجي بريزونطابل. هذيك الكميه تاع لاباط عملت لي عشرة تاع لي غامكان، وانا كومام هنا راهم عندي شويه كبار، يادي يعمل لكم بلوس، يادي هيوصل حتى ل 15 غامكان. نطحيهم في الفرن، يسخنتو على 180 درجه ويطيبو مده 30 دقيقه، وكي يطيبو نمشي نوجد الجو دورانج عصير البرتقال. كي يطيبو نوريهم لكم. هما لي بسكويت تاعي من بعد ما يطيبو نعملهم جو دورانج. هما عدا سخان نشربهم مليح وما نحيمش من القالب حتى يبردوا مليح. نبروفيتيو من التين كيكون وقته، نستغلوه في هادو لي بيسكوي ولا لي زونترومي. نسيت ما قلتلكمش كنت بيكيتهم بلا فورشات باش الجو هذاك الجو دورانج يدخل. هذه هي المقلوبه تاع البرتقال ديالي بسكوي على لورانج. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها في بيوتكم. الى عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.